زينب، يعني هلا رح ننتقل لمحطتنا التاليه يلي مثل ما شايفين حضرناها بالاستوديو قصص كثير حلوه، هي كلها شغل يدوي وشغل نول. رح نروح لمهنه بتحتاج الى الصبر وتركيز عالي وقدره عاليه على الاحساس بالجمال حتى تقدر ويقدر الحرفي انه يحط بصمته ويعمل اشغال كثير حلوه بتلائم جميع الناس وجميع الاعمار بدقة عالية. رح نحكي أكثر عن النول اليدوي وطريقة صناعة المنتجات اليدوية، ورح نضوي على هالحرفة أكثر مع مديحة النعمة. أهلا وسهلا فيكي مديحة، يسعد صباحك. يسعد صباحك. أكيد يا مديحة، أهلا وسهلا فيكي باستديو صباحنا غير. يعني أكثر من 15 سنة عم تشتغلي على النول، خبرينا عن البدايات وكيف بلشتي بإنتاج هاي القطعة الفنية. هلأ نحن بالعيلة كانت ستي خياطة، وأمي يعني كمان كانت تدبرنا بضمن إمكانيات السيدة السورية مثل ما بيعملوا كل الستات، وأنا من صار عندي حب للخيوط وأشغال الخيط. الغيرة على الحرفة لأنه أنا من حمص مدينة النول وما عاد في نوالة للأسف. من حمص مدينة النول، خلينا نجي هيك عشان تبيني على الكاميرا. تفضلي. يعني بتحبي اشتغل لك هلا ولا بتحبي نحكي عن الموضوع؟ بنشتغل وبنحكي يعني حتى نعمل شيء كمان للعالم. لكن ال 15 سنه عطتك خبره كثير، يمكن مثل ما حكينا خلينا نعرف عن القطع كمان اللي عندنا بالاستوديو. ليا عندها بعض القطع وانا عندنا النول الاساسي اللي عم تشتغلي فيه ونبلش شغل. في صعوبة بإنجاز أي قطعة؟ هلأ النول اللي أنا عم بشتغل فيه كتير سهل، هو عبارة عن خشب ما في شيء، لاحظي ما في بسامير. هون كان هو بالأساس النول بده غرفة كاملة ليحجز غرفة، أنا طلعت من كل هاي القصة لأنه الغرفة هلأ عم تقعد عيلي. فنحن صار كمان سهل حمله، لا في بسامير. هو مزبوط النول كان ضخم يعني بياخذ حجم كبير، هذا سهل الحمل. سهل الحمل وما في تقل وما في خطر مشان الاطفال ولا الستات اللي عندهم اي مشكله بيقدروا يشتغلوا عليه. هلا انا اخذي هذا النول بحجم هذا، في عندي واحد ثاني لسه اكبر، وفي عندي اصغر نول بسوريا ان شاء الله راح نسجله، وكمان بيعطي انتاجيه كله. هذا من هيك تصميمك يعني؟ ايه هذا انا شغلي. هلا انا بفكهم هدول هون القطع، بصير عندي قطع خشب بس. ما حدا بيقول هاي آلة وبتعطي منتوج. ومثل ما ملاحظين هذا القطعة هلا هاي انتاجية هذا النول. انتاجية هذا النول قد ايه اخذت معك وقت؟ هلا بين يعني فيك تقولي 20 يوم. 20 يوم. خلينا نحكي عنا هون كثير من الشغلات، وفي بيقولوا لها قطب. ايه فكل شيء له قطبه. خلينا نحكي، خلينا تضلي عند زينب او اذا على كيفك مشان انا قولي لي رح افرده انا وفرجيه للعالم. هذا شال. هات شال. ايه شال اخذ هذا الشال. شو لك كيف قطبته؟ هذا نسيج بسيط. ايه عاطي على نول اكبر من هذا، اخذ عقده الياسمينه مع النسيج البسيط. هي كمان بهذا النول؟ ايه يعني انت فيك تتحكمي ب طلع اكثر من نقش. فورم فورم بقلب على الحمصه، بحكي حمصه. الله يسعدك. كمان الاخضر اي واحد؟ هذا الاخضر. هذا هذا الياسميني كامل، هذا حرام. على الوش الثاني فيك تقلبي كمان. هذا كمان لا اقلبي على النص. هذا قطبه الياسميني يمكن. ايه هذا على الياسميني. بنشوف كيف. هلا بيوتنا نحن البيوت السوريه بالاجمال كان عندهم تقوم ترابيزات من هذا الشكل، انا عاملته مربع، هو في منه بيطلع 6 اضلاع له، بس انا هلا هيك اخذه على شكل مربع. هذا كمان الياسميني اللي هلا نحن كمان هاي انقرضت القطبه كمان. طبعا بنشوف هون تداخل الالوان، عم نشوف على الشاشه كمان في تداخل الوان وفي قطب فوق بعضها. كيف بترجعي بتعيدي؟ هذا بشبك على الاربع اضلاع طولي وعرضي، وبرجع بعدين في طريقه لتعقيدهم لتوصيل الخيطان وتكون متينه. وطبعا انا هذا بيقعد مو سنه وسنتين، قولي 20 30 سنه ما ممكن يهتري.
يعني قطعه وهديه كثير قيمه خلينا نقول ان شاء الله. مديحه خلينا نشتغل، كيف بتشتغلي بالنول؟ يعني انا دائما بشوفهم بحسه كثير صعب. لا يعني هلا قلتي لي انت هي الاله سهله جدا. ايه سهل جدا. هي اي سيده تعلمها عم تحاولي تعلمي من خلال خبرتك لسيدات؟ ان شاء الله يعني اللي عندها رغبه ما بقصر معها ان شاء الله. هلا انا مستخدمي هذه الابره فيني باصابيعي اشتغل، ما في داعي يعني انا استخدم هاي. هاي للمبتدئين خلينا نقول. ايه يعني نحن كيف من تحركتي بتشتغلي ممكن مننقل خيط اي خيط لاق ومنطلعون هذا بصير اسمه نسيج بسيط هيك وبنعطيه هذا الشكل. هون انا عامله شكل ثاني. نعم. كمان في اختلاف بس اخذت ايد النوال على هاي هو بصير بيعطي دوك بيعطي التطريزه خلينا التطريزه وممكن حتى التطريز فوقه. يعني مو بس كمان انه انا نسجت هيك كمان فيني طرز فوقه. تحبوا سؤال ثاني يا شيخ؟ ايه اكيد عم تعلمي سيدات. يعني حدا عم بيقول لك انه هي عم بشوف مثلا هي اللوحات عم تصير لوحات جداريه او هي القطعه عم تصير لوحات جداريه عم تصير يمكن اكسسوار عم تصير قطع فنيه مثل ما قلنا. حدا بيقول لك انه انا حابب اتعلم؟ حدا سالك عن هي التصميم اللي انت اخترتيه؟ ان شاء الله يعني هلا في رغبه كبيره لهذا من الستات وقت بيكون في عندنا معارض. نحن معارضنا بتكون تابعه للاتحاد، الاتحاد بيقول لنا انه في اتحاد الحرفيين بيقول لنا في معرض بنروح بنشوف انه في رغبه كبيره على هال. بس انا كمان عندي الورشه صاير مكانها بمدينه المعارض وكمان الاتحاد اعطانا هذا المكان مشكور. البعد هو اللي بخلينا شوي نحن ما نقدر يعني ما حدا بيقدر يروح على مدينة المعارض مشان يتعلم الحرفة. إذا كان مكان قريب وقدرنا نعمل شيء هون قريب أكيد إن شاء الله حنعلمهم. مديحة خلينا نحكي عن أنواع الخيطان. يعني عم نشوف يمكن على الملمس أو على القصص المخلصية في لكل شيء له خيط محدد. ايه هلا الشال عملنا خيط صوف وفي شال لسه كمان مثلا ما جبناه. لا هذا غطى طاولي. هذا غطى طاولي. ايه هذا غطى طاولي اذا فيك تحطي على الطاولة اذا حبيتي ولا لا خلص فيني اعمله هيك بشوفوا كل الناس. اوكي. خيوط الصوف عم استخدم خيوط القطن. كمان مثل هذا هلا انا اللي لابسته هون هذا خلينا نشوف اذا جايبه منهم. كمان مديحه هلا لكن يعني هدول الاكسسوارات كمان هدول كل الطواق كلها شغل نول. بس هذا الخيط شو هذا الخيط؟ هذا خيط قصب كمان شامي. من بلدنا يعني ما في شيء براني. فانا حتى هذا اللي لابسته كمان شغل نول. هلا هون حاطه قطع بروكر قديم هذا شغل مع الريزين معاملتها عاملي قطعه هون خيطان قصب بيقولوا له. وهلا هدول يمكن كثير دارجين كمان مديحه درجوهم كمان الحرفيين السوريين سيدات. يعني صرنا عم نلاقي عليهم كثير طلب وخاصه بالشتويه. يعني هدول كثير كانوا شائعين عند الصبايا ليا. ان شاء الله تنال الاعجاب. يعني انا عم كل هاي الكورد هذا بس الكورد. هلا هون كروشيه مع اضافي هون شغل تعقيد خيطان هون بالموزايك يعني شو شرقيه. لكن هذا الخيط خيط بيقولوا له خيط القصب مع الموزايك وخيط النحاس هون. هلا انا مثل كمان هذا الحلق اللي لابسته كمان موزايك مع خيط القصب. نعم. كمان نحن في اعطيني اياهم معلش خلينا بس تناولوني اياهم كمان خلينا نشوف الشناتي هون كمان. هي شيء من النول كيف صنعتيهم؟ يعني هي اصلا جلد. هاي هنيك تدخيل مع الجلد للموبايلات. اوكي. جزادين للموبايل كل البيت. يعني انا صحيح عم بشتغل وبحكي عن النول بس ما بنقدر نستغني كمان عن التكنولوجيا. تمام. هي شو هذا كمان شال هيك شو ثقيل اصلا؟ هذا حرير وزنه ثقيل. شال حرير ثقيل هيك. تمام. أوكي. تمام. ايه فيك تحطي وتوقفي وتشوفي شلون ببين عليك. وزنه ثقيل حرير هذا.
هذا حرير، يمكن ليا كمان بالنوع، يمكن الخيوط حرير. بتحدد تقل القطعة عندك، يمكن مديحة على هوا ما بياخد خيطان. هوا ما بياخد اخد خيطان. خيطان منيح. نعم مديحة، يعني اليوم اطلعنا عن كتير قصص واشغال بتصير بالنول بالختام. ما نحن بنعرف انه عم تعملوا ورشات من العمل للتدريب، ويمكن رحنا زرناكم نحن الإخبارية السورية بمنطقة باب شرقي. خلينا نحكي بالختام عن الدورات يلي عم تقوموا فيها وتعلموا الجيل الجديد وخاصة جيل الخريجية الفنون الجميلة. والله نحن انا اول شيء بدي اشكر الاخباريه ما بتقصر، وبدي اشكر الاتحاد كمان بيدعمنا دائما، والاخوه الحرفيين كلهم حقيقه ما جاهزين يعني لاعطاء اي معلومه لتخدم الجيل الجديد. فنحن دائما اللي بيجي لعنا ما بنقصر، بيسجل ان كان بالاتحاد ان كان بباب شرقي، نحن جاهزين وفي كثير ناس بتحب وما بعرف. يعني يعطيك العافيه، يعطيك الف عافيه مديحه. يعني وبالختام يعني معك نتشكرك على كل هالقطع الفنيه، وبنتمنى كمان تصير في دورات لتعليم كثير من السيدات بحبوا يتعلموا هي الحرف حتى يمكن يصير عندهم استقلال مادي ومعنوي. خلينا نقول شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا كثير كثير.